أهلا وسهلا، اليوم سأتكلم عن نوال الصعداوي. نوال الصعداوي رائدة في النسوية العربية، وفي الحقيقة رائدة في النسوية العالم. ولدت نوال الصعداوي في قرية صغيرة في شمال مصر في 1931. نشأت في أسرة مكونة من 9 أطفال. عمل والدها في وزارة التعليم في مصر. عرض والدها للاحتلال البريطاني في مصر، وهو جزء من الكافحة للاحتلال في ثورة في مصر في 1919. كان والدانها متقدمون، وعلم نوال الصعداوي أن تتحدث عن رأيها. شجعت الحصول على تعليم على عكس الكثير من النساء المصريات. وفاة والدان نوال الصعداوي عندما كانت صغيرة في العمر، واضطرت تربية إخواتها اللذين كانوا أصغر منها في العمر. على الرغم من هذا، كانت نوال الصعداوي ناجحة في تعليمها. خرجت من جامعة القاهرة كطبيبة في عام 1955. في وظيفتها أصبحت الوعي بمشاكل الفيزيولوجيا والنفسية للمرأة بسبب عدم المساواة بين الرجل والنساء في مصر. في الستينيات عينت نوال الصعداوي مديرة التعليم في وزارة الصحة العامة. في سنة 1966 حصلت على ماجستير في الصحة العامة من جامعة كولومبيا. من خلال تجربتها في أعمالها ومع الأفراد الذين عالجتهم، نوال الصعداوي رأت المشاكل في المجتمع المصري، خصوصا مشاكل النساء والأبوية وصراعات طبقية. بدأت الصعداوي الكتابة عن تجربتها كطبيبة وكيف ارتباطها بقضايا مهمة في مصر. كانت رواياتها الأولى تسمى بمذكرات طبيبة. أصبحت نوال الصعداوي أكثر اهتماما في أسباب مجيء المرضى إليها من كيف معالجهم. أصبحت ناشطة شغوفة لحقوق المرأة وصراعات طبقية وفي غير حركات السياسية في مصر. استمرت نوال الصعداوي في كتابتها، وفي عام 1972 صدرت كتابها المرأة والجنس. يصف الكتاب الأنث الذين يحدث ضد الجسد النساء في طريقة مختلفة. أصبح الكتاب مشهورا جدا، وكان جزء مهم في بداية النسوية من الموجة الثانية. صوت نوال الصعداوي في حركة نسائية وحركة أخرى في مصر جعلها عدوى الحكومة في مصر. فصلت من منصبتها في وزارة الصحة. سجنت في عام 1981 بعد ساعدت لصدور مجلة نسوية. وجدت أن الصعداوي طريقة للكتاب مشجونة. مذكراتها اسمها مذكرات في سجن النساء. قامت على تجربتها في السجن. في عام 1982 أسست اتحاد نساء يسمى جميع التضامن النسائية العربية، وإن كانت مسجونة. انتشرت الجميع دوليا.
وأيد مشاركة المرأة العربية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. واصلت نوال أصاداوي كتابتها ونشاطها في الثمانينيات، ولكن اختبرت تهديدات العنف والاضطهاد من الحكومة، الجماعات الدينية، واضطرت أصاداوي إلى أمريكا في عام 1988. في هذا الوقت عرفت نوال أصاداوي طوال العالم بسبب كتابها وأعمالها. ترجم كتبها وكتاباتها إلى عدة لغات. كانت مستشارة للأمم المتحدة لبرامج المرأة في الشرق الأوسط وأفريقيا. في الولايات المتحدة عملت أصاداوي كأستاذ في الكثير من الجامعات مثل جامعة دوك وجامعة هارفارد وجامعة ييل وغيرهم. رجعت إلى مصر في عام 1996. واصلت نوال أصاداوي نشاطها وكتاباتها طوال في العقود الماضية. في عام 2005 فكرت في الترشح للرئاسة في مصر قبل أن تقرر عدم ذلك. لقد عارضت الحجاب لأنها تظن أنه إضاءة لاضطهاد المرأة. لقد نادت بنهاية الاحتلال في فلسطين. لقد تحدثت عن أهمية التعليم والفصل بين التعليم والدين. في عام 2011 كانت من المتظاهرين في ميدان التحرير في مصر. في عام 2017 نشر كتابها اسمه مذكرة طفلة في 85. حصلت أصاداوي عدة جوائز لعملها وكتابها. لقد عاشت حياة كاملة ونشيطة وإنجازة جدا. تعتبر نوال أصاداوي رائدة زمنها، خصوصا في حركة النسائية. شكرا.